بلقائكم وسعداء أيضا بوجود الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجبيل معنا في هذا اللقاء وفي هذه الندوة. الأستاذ نقيب عبد الرحيم الجبيل كتاب بشكل مستمر للتأنيف والتأديب النفسي والجسد والجز بهم بالزمازم الانفرادي. النقطة الثانية هي أنه طبعا تعلمون أو نعلم جميعا أنه في إطار مناقشة التقرير الدولي الشامل من الملاحظات التي قبلتها الدولة المغربية والتزمت بها والتي ستجيب عنها سنة 2017 هي الملاحظات التي قدمت من طرف إيرلندا ومن طرف إيطاليا. الملاحظات اسمحوا لي أن أقول لكم حولها بعض إشارات. أولا، التزمت الحكومة المغربية بإجراء تحريات مستقلة ونزيهة بشأن ادعاءات متصلة بسوء المعاملة في السجون. هذه توصية قدمت من طرف إيرلندا وقبلتها الحكومة المغربية، وكانت آنذاك الحكومة ديال بحضور السيد وزير العدل الذي ناقش في هذه الدورة. ثم قدمت بعض الملاحظات الأساسية التي تدخل في صميم ما ورد في دستور 2011 أوصت في التوصية 31 أوصت الحكومة أن تواصل تعاونها وحوارها، أي مواصلة التعاون الحوار بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، أي على السلطات المحلية بهذه المدينة أن تعرف بأنه من التزامات الأساسية لسلطات الدولة بكل مكوناتها هي أن تحرص ليس فقط على احترام حقوق الحريات وضمان ممارستها الفعلية، ولكن كذلك أن تجيب بشكل إيجابي على هذه التوصية الأممية. سوسيين سنين سجن مؤبد لإعدام، ولكن ستظل كرامتي لاصقة به لأنها هي في كل الشرائع السماوية وكل المواثيق الدولية هي كلمة واحدة الكرامة، ولذلك إذا راح تصدير الدستور جاءت الكرامة مع الحرية وتكافؤ الفرص والمساواة، يعني أشياء متلازمة لا يمكن نهائياً أن تخلى عنها. الإنسان ما تتخلاش على كرامته، الإنسان ما تتخلاش على حريته باش يرجع عبد أو رق، الإنسان ما تتخلاش على حقه في المساواة، لأننا تجمعنا وطن واحد وتحت سماء واحدة وفوق تراب واحد. معنى إذن الكرامة والحرية والمساواة هي كلمات ربما مختلفة الدلالات والمعاني ولكنها متقاربة في العمق. هي عمق ما معناها هي ما يسمى بكل بساطة المواطنة، لأنه لا مواطنة بلا حرية ولا مواطنة بلا كرامة ولا مواطنة بدون مساواة. ولذلك من يعاني من قلة الحق في المواطنة هم النساء، لأنهما الضحية الكبرى والأولى فيما يتعلق بكل الانتهاكات الجسيمة. طبعا يتقاسم الرجال والنساء والأحداث والأطفال والطفلات مثل باقي المحرومين من حريتهم عدد من الإكراهات وعدد من الانتهاكات، ولكن النسوة والنساء هن في قائمة من يتعرضنا. فإذا أنا أعتقد بأن السجن أو ضع السجون حالة السجناء ليس طابو. تتعرفوا بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد تقارير الجمعيات الحقوقية من الستينات والسبعينات جاء 2004 وجاء أول تقرير حول أوضاع السجون. آخر تقرير هو التقرير ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير الشامل الذي وضع فيه المجلس الوطني أمام البرلمان في سنة جوان 2014، يعني هذه تقريبا سنة، صورة ديال أوضاع حقوق الإنسان في المغرب ومن ضمنها حول أوضاع السجناء وأحضاء السجون. ما تنتكلمش على التقريرين اللي جابوا المجلس الوطني. فعلنا واحد النقطة ساهمنا في التفعيل ديالو وأقنعنا النيابة العامة، وبعد الاطلاع عليه من طرف النيابة العامة مقتضى قانوني اللي هو المادة 80 من قانون السجون 83 بأن عند يعني كاين مجالس تأديبية كدار في السجون ما لا يعلمه أحد،
ومن جميل الصدف حتى لا أقول مكر الصدف أن مدينة أسيدي ما فيها الصوابق، فيها الوالي ديال أسيدي سابقة خطيرة كيمنع الاجتماع، وفيها سابقة إيجابية بالنسبة لنا نحن في أسفي، أول مرة السجناء كيحضروا بالدفاع داخل السجن في المجالس التأديبية. حضرنا معهم مجالس التأديبية عدة حالات، وفي المناقشة مع الإدارة دابا المسطرة كاين موظف كيدير تقرير كيدير الشاهد، والشاهد هو معتقل محروم من الحرية خاضع للسلطة وكذا ويجي شهد. يعني هذه المجالس التأديبية خايا فيها بعض التضعيف، لكن ما كاملاش يعني عناصر وشروط المحاكمة التأديبية، لأن المجلس التأديبي هو محاكمة، حاكموا أشخاص ونصدروا في حقهم عقوبات نص على القانون، فيها الحرمان من التغذية، فيها الحرمان من الفسحة، فيها الحرمان فيها يدخل الكاشو يعني يصير في رادي العديد من العقوبات. وكاين المخالفات اللي كاين في السجن اللي كتحرك على اثرها هذه المتابعه التاديبيه. كان فيه الفصل يحق له ان يختار من يؤازره، اللي كنحضروا المؤازره ملي كندخلوا او نطرحوا اسئله وكذا كيمنعونا، كيقول لك لا المؤازره هي ديال مذكره كتابيه. ولكن اللي بعد المناقشات كتلقى ان هذيك المحاكمات وهذيك المجلس اللي مجرد